مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي رحب انا وياكم برئيس مجلس اداره المدير العام للمؤسسه العامه للاسكان المهندس روني لحود يلي نحن على تواصل دائما معه. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، يعطيكم العافية. ونحن لما كنت عم حضر الحلقة رجعت شوي للحلقات السابقة، إذا بدي أرجع ل 2018 يمكن وكأن ولا مرة كنت إلا ما كنت شفاف بيلي تقوله، حذرت إذا بدي أقول عبر هالبرنامج وعن هالبلاتو، حذرت من كتير من الأمور، حذرت من البطالة، من الاحتقان الشارع، حذرت من دعم العملة، حذرت إنه هجرة الشباب. وصلنا لكل اليوم إلى أن كلنا بنعرف لما وقفت القروض بلشت الأزمة. اليوم وقعنا في أزمة أكبر. هالشعور يلي كنت حاسس فيه ما تركك ولا يوم توقف عن مهامك، بالعكس كملت الأمور الإدارية. خبرنا شوي عنها حتى ندخل بقرار مجلس الوزراء مبارح يلي وافق على مشروع قانون يرمي لإبرام اتفاقية القرض على الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بقيمة 165 مليون دولار للمساهمة في السكن، ولكن لمصرف الإسكان، ولكن كلف مجلس الإنماء والإعمار متابعة لموضوع المؤسسة العامة للإسكان. صح، من وين منبلش؟ الأمور كثيرة كثيرة. هي إذا بدنا نحن اللي ذكرتيهم بأول البرنامج مظبوط، ما كانت عملية شعور، لا هي عملية سيونتيفيك، لأنه وقت اللي بيوقف السكن وبيوقف القطاع العقاري كل شيء بيرتبط. يعني منبلش من الرسوم الجمركية للتفئة لكل مدخول الدولة للضرائب، لأنه كل بيت بده يتعمر بده مستلزماته، ومن بعد ما يخلص في أمور تانية أساسية كمان بتشغل كل الدورة الاقتصادية، من عفش، من مفروشات، من تلفزيون، من اي سي، براد، لكل هالتفاصيل يلي بيعتازها البيت. فضلا عن ذلك هو عم بيأمن حياة اجتماعية لعائلة جديدة، معناتها كمان الزيجات تأخرت. وإذا منرجع لل 2018 منلاقي أنه صيفية 2018 وقتها نزلت العدد بحدود 30% يلي صحيح. كانوا عم بيتجوزوا خلال صيفية 2018، منهم لغيوا، منهم أجلوا، ومنهم كفوا بهالمسيرة. هيدي شغلة أساسية أثرت تباعا، وإجت من بعد منها أكيد ارتفاع الفوائد يلي أثر على الانكماش بالاقتصاد. هلأ اليوم نحن بمطرح تاني، أكيد في شغل أكبر بده يصير. تفضلتي وحكيتي عن القرض يلي رح يجي من الصندوق العربي بالكويت لمصرف الإسكان، وكمان مبلشين مباحثات لقرض آخر للمؤسسة العامة للإسكان، وكان مفروض تنبت بخلال تشرين الثاني أو كانون، أكيد صار بعض التأجيلات. مجلس الإنماء والأعمار هو المكلف والمخول يفاوض باسم الدولة اللبنانية لقروض من هالنوع، وأكيد نحن كلنا ثقة أنه نتأمل أكيد نحصل على القرض تاني مماثل، وفي شغل ممكن يكون بذات القيمة ممكن يكون أكتر، هذه الأيام بتبين. يعني من هلأ ما فينا نأكد أو ننفي، ولكن فينا نقوله أنه مش هلأ رح تبلش، ستستكمل، يعني مبلشي قبل. إيه صح، هي مبلشي قبل. وبذات الوقت كنا كمان بمباحثات مع الاتحاد الأوروبي، كمان كان ممكن نجيب تمويل، لأنه من الداخل المصارف اللبنانية تعاونت مع المؤسسة من سنة 2000 لل 2017 وحتى استمرت لل 2019 ولليوم. بس الكل بيعرف أنه اليوم ما عم نقدر نسحب ودائعنا من المصارف، بطبيعة الحال المصارف ما رح تكون عم تقدر كمان تعطي قروض وتمشي الأمور مثل ما كانت قبل، لأنه المصارف كانت عم تدفع رأس المال، مؤسسة عم تدفع الفوائد، والدعم كان عم يجي من المصرف المركزي. صحيح. وقت اللي انشلت اليوم هالحركة مفروض نأمن تمويل آخر، هيدي تمويل لأعطاء قروض، بس بطبيعة الحال في سياسة إسكانية مفروض تواكب كل هالمرحلة، وهيدي اللي انشغل عليها بالسابق، واليوم ما نكملها مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الجديد البروفيسور رمزي مشرفي. اللي عرفته أنه أستاذ روني سعادة المدير أنه أنت وضعت الخطة، واليوم مع معالي الوزير ستستكمل الخطة. يعني اللي فهمته اليوم من مكتب معالي الوزير مشرفي أنه مستمرين بالخطة يلي وضعتها ويلي تابعتها حضرتك، وهي من أساسها للاتصالات اللي عم بتصير مع الاتحاد الأوروبي وغيره، ما هيك؟ صح، صح. وحتى نحمي كمان اليوم، هلا الخطة بطبيعة الحال ما بتتضمن بس قروض. نعم. راح يكون فيها قروض، فيها موضوع الإيجار التملكي، موضوع الإيجار العادي، ضوابط للإيجارات، وهل مجرى هن بحدود ال 41 بند. إذا توافق عليهم أكيد بدون تنبعد بعدين الخطة على مجلس الوزراء، هي خطوط عريضة بدون التفاصيل،
وإذا وافق مجلس الوزراء بتروح ساعتها على تشريعات. كل بند يمكن ببنده يكون قانون بحد ذاته اللي أكيد موافق عليه مع التعديلات يلي رح تطرق عليها. يعني منا هي خطة نهائية ولكن خطوط عريضة لخطة مستقبلية تقدر تأمن استمرارية إن كان المؤسسة أو عملية الإقراض السكني أو تأمين السكن للمواطن، لأنه السكن هو واحدة من الركائز الثلاثة لأي مواطن بأي دولة بالعالم، ومؤكد عليها بمقدمة الدستور اللبناني يلي هي جزء من السيبي للمواطن، أي الإسكان يأمن سكن لإله، التربية والصحة. صحيح، يعني فينا نقول هذه الخطة موجودة وبتصرف معالي الوزير يطرحها على مجلس الوزراء في حال بطت مكملين فيها. صح. وأكيد هيدي وفرت كتير من الوقت، خليني أقول وفرت كتير من الجهد إذا نحن عرفنا لقطناها. يعني أكيد بدها تمويل، بدها تمويل، ولكن أكيد. كل شغلة بشغلتها رح نقدر نتبعها. اليوم مقترضين في تعسر، خلينا نفوت دغري بالموضوع لأنه كل الناس اليوم بس عرفت مستضيفتك اسألي إذا مش قادرين ندفع شو صار بمهلة الست أشهر، شو صار، رح يحطوا لنا مزيد علني، رح يجوا ياخذوا علينا فوايد. يعني هذا الموضوع شاغل بال المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان، شو فينا نقول لهم اليوم؟ اليوم بالموازنة يلي رح تصدر نتوقع الأسبوع القادم في مادة الرقم 36 انزادت على القانون، مزبوط، يلي تعليق مهلة الإجراءات للي هن متعسرين، تعليق الإجراءات يعني خلال 6 أشهر لتاريخ 30/6، هلأ هي بتبلش كمان مع مفهور رجع من 1/10، يعني فعليا صاروا 9 أشهر بتأخر الإجراءات على المتعسرين. ليه؟ لأنه عادة المتعسر عن الدفع خلال 6 أشهر بينرفع عنه الدعم من المصرف المركزي، وأكيد بهالحالة بتزيد الفايدة، يعني بدل ما كان عم يدفع 3% فايدة بصير عم يدفع بحدود 13 و14%. والنقطة الثانية كان بيتحول بيته لينباع بالمزاد العلني. أكيد إجراءات التنفيذ وصدور الحكم لحتى ينباع البيت بالمزاد العلني خلال هالتسعة أشهر ما رح تطبق، بس المواطن يلي بعد عنده القدرة يدفع يدل مستمر بالدفع، لأنه إن كان اليوم أو بعدين بده يرجع يدفعون، وبعدين ممكن يصير تتراكم عليه أكتر أو الأزمة تزيد عنده، أو إذا ما كنت مبينه توصله الأزمة. يعني العملية مترابطة، والمواطن يلي ما عم بيوفي هن هاي أموال مودعة بالمصارف، المصارف دينتها لمواطن آخر. يعني هالمواطن يلي أخذ قرض ليتملك منزل عليه يرجع يوفي المبالغ المتوجب عليه، حتى المصرف إذا ما عطي قرض آخر بس بالقليل يردهم للمودع يلي حطتهم عنده. يعني هي كلها عملية مترابطة مفروض عليه أنه يدفعون. هلأ المنو قادر قبل تشرين الأول 2019 كان عدد المتعسرين بعده كتير قليل نسبة، حتى إذا منقارنه مع النسبة العالمية كان 1 لـ1.5% نسبة المتعسرين قبل تشرين الأول 2019. أكيد بعد هالفترة في كتير عالم ومواطنين ما عم يحصلوا على كامل معاشهم، أو صحيح. في البعض منهم يمكن انطرد من شغله، صحيح. أو في البعض عم يحصل على نص معاش أو تلت أو ربع. هون بهالحالة قد ايه قدرتهم يدفعوا المصارف رح تاخد منهم ربع دفعة أو نص دفعة لحتى ما يصير العملية كمان متراكمة. كتير متراكمة، ويلي منه قادر بالمرة عم بيراجع المصرف. المصارف متعاونة، نحن عم نتدخل وقت اللازم أو وقت اللي بينطلب منا لحتى نقدر نساعد كيف أنا نلاقي حل للأزمة يلي وعين فيها. التعسر وصل ببعض المصارف للـ5%، يعني يلي منه بقى قادرين يدفعوا، وهذه النسبة بعد عالميا واطية، ولكن على مستوى لبنان صارت شوي فينا نعدها، يعني كبرت عن قبل، يعني عم نضربها بخمسة عن ما كانت قبل تشرين الأول 2019، مع العلم أنه كانت بلشت تزيد بالمراحل الأخرى. ولهذا السبب نحن اجتمعنا مع سعادة حاكم مصرف لبنان بآب 2019 وعرضنا فكرة، بما أنه ما في قروض جديدة، المواطن المتعسر أو يلي منه قادر يدفع قرضه ومستعد يبيع بيته، بما أنه مواطن تاني ما في يأخذ قرض، ننقل الرهن مع الدين من مواطن إلى آخر، بكفي المواطن الجديد إذا بتنطبق عليه أكيد شروط المؤسسة، يعني ما يكون مستثمر أكيد. عم نحكي مواطن بتنطبق عليه كل الشروط أنه يكفي القرض عن المواطن الآخر، هيك بيكون أما بيت لإله
والمواطن اللي كان اخذ القرض ما بيتعسر او بينبيع بيته بالمزاد العلني وهون بطبيعه الحال بيكون عم بيخسر. نحن رح ننتقل الى نقل مباشر، نرجع نتابع معك مسؤول الحوت.